تسعى الدولة جاهدة للتحول الرقمي في العملية التعليمية لمواجهة التحديات والوصول إلى أعلى مستويات التعليم سواء في المناهج أو تدريب المعلمين. وفي هذا الإطار أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن هناك 2500 مدرسة أصبحت ذكية وبها بنية تكنولوجية قادرة على تطوير المنظومة التعليمية، حيث جاء ذلك خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم. احنا شغالين مع وزارة التربية والتعليم بقالنا فترة طبعا في الموضوع ازاي نأمل الديجيتال ترانسفورميشن جيرني اللي وزارة التربية والتعليم بتعملها. زي ما حضرتك شفت في البرزنتيشنز التحول الرقمي الكبير اللي بيحصل، كل حاجة بقت تابلتس، كل حاجة بقت سمارت. الحاجات دي بيبقى دايما فيها ريسكس ان في اتاكرز وفي ناس كتير بتحاول تخترق الشبكات دي، فاحنا شغالين مع الوزارة في ان احنا ازاي نأمن البنية التحتية ونأمن كل التطبيقات اللي شغالة فيها الوزارة مع طبعا مع للطلبة في المدارس والحاجات دي كلها، ازاي نقدر نأمن الشبكة دي من أي اختراقات ممكن تحصل، وازاي نأمن الامتحانات والحاجات زي كده. أنا هنا لأفتتح ورشة عمل عن التحول الرقمي التعاوني بالشراكة مع وزارة التعليم المصرية. بدأنا عملنا بإنشاء تحالف تحول التعليم في 2020، ونعمل من أجل تحسين التعليم بالشراكة مع عدة دول أبرزها مصر.